دور 14 المهرجان مقامات هذه السنة تتميز بكونها تحمل اسم الفقيد الأستاذ عباس الجراري، وهي دورة تحمل شعار الملحون مسارات ومقاربات جديدة، وبالتالي فعلاقة اسم الجراري بهذه المسارات علاقة وطيدة جدا. الدورة كذلك تنفتح على الأدب الأمازيغي من خلال تحويل قصة إسلي وتسليت إلى دراما منظومة بالشعر الملحون. كذلك هناك 6 فضاءات في الهواء الطلق، منها فضاءان يستعملان لأول مرة في مدينة سلا، ومنها فضاءات أسست منذ أكثر من 6 قرون. هناك 11 جلسة لقراءة وتقديم كتب متنوعة المضامين وأساس في الأدب الشعبي. هناك انفتاح على ألوان تراثية كالمديح والسماء و كالصوفية العيساوية، إضافة إلى السعي المستمر ليكون الفنان والمثقف والأديب السلاوي حاضرا بقوة إلى جانب زملائه من مجموعة المدن المملكة. وهذه السنة حضور للمسرح الحساني ولأول مرة في مدينة سلا ولأول مرة في مهرجان مقامات. الدورة تنظم بطبيعة الحال بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة سالة. المساهمة ديالي في هذا المهرجان ديال المقامات هو العمل ديالي على شخصية داخل مسرحية إسلي وتسليت المعروفة، وعلى ضوءها يعني هي في الذاكرة الشعبية الأمازيغية، يعني من نواحي ديال إيميل شيلو على ضوءها، ضوء هاد إسلي وتسليت تنشأ هاد أمل شيل. أمل شيل يعني موسم الخطوبة والزواج، وهو هي يعني ليست بعيدة عن مجموعة من الحكايات ديال روميو وجولييت، عنترة وعبلة، هذه رفاقتهم، لأنه يعني فيها ما فيها من يعني المواعظ، وفيها ما فيها من يعني الحكم ويعني الموعظات. شخصيتي هي الأب ديال تيسليت، يعني العاشقة أو المعشوقة. اولا شكرا لجمعيه ابي رقرق على هذه الاستضافه وهذه البادره الطيبه، وهذا يعني الملحون في حله جديده من خلال قصه اسلي وتسليت اللي غتكون ان شاء الله بحول الله على شكل قصيده لها كيف يعني فيها وحده النص، لكن هي في عده قياسات من قياسات الملحون. نتمنى ان شاء الله ان هذه التجربه تنال الاعجاب ديال الجمهور المغربي عامه ان شاء الله. Thank you.